فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروه منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتبعت تسألني ليه الفيروس انتشر في مدينة ووخان في الصين، ظهر فيها وانتشر فيها ولم ينتشر في بكين مثلا، وهي قريبة جدا منه، وشنغهاي مثلا بعيدة عنه، إنما ما نقدرش نقول إنها في أقصى الجنوب. وإزاي انتشر خارج الصين أكتر ما انتشر في بكين، اللي هي يعني على مرمى حجر من مدينة ووخان. فالإجابة باختصار، الناس بيسألوني وعايزين يعرفوا الإجابة. الإجابة باختصار إنها مش مسألة بالبعد، المسافة ملاش علاقة. هي المسألة إن لما الفيروس تم اكتشافه وانتشر في ووخان وأصبحت خلاص مدينة موبوءة، الصين عملتها لوك داون، عملت حصار عليها وقفلتها، قفلت المدينة، محدش يخرج ومحدش يدخل. بس بعد ما كان في ناس بالألاف بل بالملايين خرجوا، ناس كانوا كتير خرجوا خلاص، معظم هؤلاء الناس توجهوا إلى مدن داخل الصين وتوجهوا إلى خارج الصين لبلاد كتيرة في العالم، مما أدى إلى انتشار الفيروس في مصر وفرنسا وإيطاليا. وطالما انتشر وألمانيا، وطالما انتشر في بلد واحدة في أوروبا، هنتشر في أوروبا كلها، لأن أوروبا أنت بتدخل بلد بتتنقل من بلد للتانية بدون حتى ما يشوفوا الباسبور بتاعك أحيانا، فكشف كده مجرد سريع يعني صوري، فسهل جدا طالما دخل أوروبا في بلد، سهل أنه ينتشر في البلاد كلها. طبعا أوروبا وأمريكا إذن أمر بسيط معروف بقى انتشر ليه وهكذا. إنما المسألة ملاش علاقة بقى لا بالبعد ولا بالقرب، بدليل أن تايوان هي أقل دول العالم إصابة بهذا الفيروس. ليه؟ لأنها من البداية خالص قفلت حدودها مع هونغ كونغ ومع الصين تماما، قفلت حدود. فيتنام نفس الحكاية، ولذلك الأعراض والإصابة والناس اللي ماتوا ما لا يقارنوا أبدا بدول تانية بعيدة جدا زي البرازيل مثلا. البرازيل حتى تلك اللحظة الرئيس المتخلف بتاعهم بيقول انه لا، دي انفلونزا، دي مجرد انفلونزا، الفيروس ده زي نزله برد. في ناس دماغها تعبانه ما زالت تقول ان الفيروس ده هو مجرد نزله برد، ما يعرفوش ان الحراره بتنزل بتطلع وما فيش دواء بينزلها بسهوله، ما يعرفوش ان الانسان اللي بيقول الفيروس ده ما بيقدرش يتنفس اصلا، مما يؤدي الى الوفاه لو في اي بقى، بالذات لو في اي مضاعفات اخرى، اي اصابات اخرى. بل في ناس شباب لا عندهم اي اصابات ولا اي حاجه وبرضه ماتوا. في ناس تقول لك ده مش بيموتوا بسبب الفيروس، ده بيموتوا باشياء اخرى. لا، ولا اشياء اخرى ولا حاجه، هو الفيروس. في ناس شباب زي الايه يعني، ناس ربنا اداهم صحه ورياضيين واقوياء والعز شبابهم في العشرينيات وماتوا، واحد مش قادر يتنفس هيعيش ازاي؟ انما يعني سبحان الله ربنا، يعني في ناس دماغتها مش عايزه تفهم، ومش هتفهم الا لما الفيروس ده يجي لها او تشوفه على حد قدامها، وقتها هتبتدي تقتنع. وده حتى رئيس برازيل بيقول اهو بعيد عن الصين، انما حتى هذه اللحظه يقول ان لا، ده مش فيروس قاتل، مش فيروس خطير ولا حاجه، مما ادى الى ايه؟ برازيل دلوقتي تاني دولة في العالم بعد أمريكا فيها نسبة إصابة ونسبة موتى، يعني تاني دولة عدت إيطاليا وعدت إنجلترا وعدت أسبانيا. كل ده ليه؟ لأن يعني ربنا ابتلاهم برئيس دماغه على قده. يعني فالعبرة، إجابتي على السؤال، العبرة مش بقرب المسافة ولا بعد المسافة، العبرة انت اخذت احتياطاتك مبكرا ولا لا. لو اتخذت احتياطاتك مبكرا وقفلت حدودك مع الصين ومع المدينة دي، يبقى انت كده يعني في السليم، في الامان. الامان كله من عند الله طبعا، انما انت كده اخذت بالاسباب،
سبت بقى خطوط الطيران داخله وخارجه بينك وبين الصين سداح مداح كده، يبقى خلاص بقى يعني ما تلومش غير نفسك، يبقى ما تلومش غير نفسك. ودلوقتي في حلقه انا عملتها بصور فيها، صورت من على التلفزيون كده، كانت نشر اخباريه صينيه، صورت مجموعه من المسؤولين الصينيين اربعه قاعدين على بانل كده وبيتكلموا مش لابسين ماسكات، والصحفيين كلهم لابسين ماسكات. وقلت ان يا جماعه كام ده من شهرين على الاقل او ثلاث اشهر، قلت شوفوا الازدواجيه اللي عند الصين. الحكومه الصينيه عايزه تصدر للعالم المشهد انها قضت على الفيروس والفيروس انتهى، بدليل ان المسؤولين اهو مش لابسين، انما الصحفيين نفسهم لابسين. قلت لهم هو ده، قلت هو ده هي دي الازدواجيه، ان المسؤولين هم دول رمز الدوله، رمز الدولة مش لابس ماسكات. إذن الرسالة اللي المفروض اللي بيبعتوها إيه؟ هو إن الصين كدولة قضت على الفيروس، إنما الشعب نفسه بقى اللي ماشي في الشارع، الصحفيين جزء من الشعب، هم دول رمز الشعب، الصحفيين نفسهم بقى كلهم لابسين ماسكات، دليل إن الموضوع ما انتهاش. وقعدت أقول لكم يا جماعة الموضوع ما انتهاش، ومن شهرين الموضوع ضرب تاني، الوباء ضرب تاني في مدينة في أقصى شمال الصين، مدينة خاربين، مقاطعة خاربين، خاربين مدينة اسمها خيلونغتيان على الحدود مع روسيا، والمدينة نفسها اتقفلت برضو، واعتقد ان الفيروس انتقل في روسيا وتعب روسيا جامد برضو من المدينة ديت لانها على الحدود. الجديد بقى من يومين، ودي معلومات واخبار من اذاعات ووكالات اخبار الصين نفسها الحكومية، مش تأليف من اي حد، وعنها نقلت وكالات الاخبار الاجنبية والعربية، ان الفيروس رجع وضرب بكين بقوة من يومين. دلوقتي بكين تحت مرفوع حالة الطوارئ، وفي مناطق في بكين اتقفلت، وفي أسواق قالوا إن الفيروس انتشر في سوق من الأسواق، وفي عشرات الحالات الجديدة ظهرت وقفلوا الأسواق دي. الله أعلم بقى الفيروس ظهر في الأسواق لا، بس ده اللي الصين اللي قالته، الحكومة الصينية قالته الفيروس رجع تاني ضرب في بكين وبقوة، وتم وضع بكين كلها تحت حالة طوارئ، حتى سموها بأنها حالة حرب، وور تايم، كأن البلد في حالة حرب، رفعوا حالة الطوارئ إلى أقصى درجة، حالة حرب أقصى درجة ممكنة. فربنا يستر الموضوع ما انتهاش، بقالي كام شهر بقول لكم اللي الناس اللي متابعني وشافت حالات الباقية اللي فاتت وعارفين، أنا قلت لكم الموضوع ما انتهاش في الصين، ما تصدقوش اي روايه تقول ان الصين انتصرت على الصين عملت شغل كويس جدا، وانها حدت من انتشار الفيروس ده، عملت الشغل ده. انما الحاجه اللي ما زلت بعيد واكرر واقول فيها، الاتهام الوحيد اللي وجه للحزب الشيوعي الصيني هو انه تاخر في ابلاغ منظمه الصحه العالميه بخطوره الفيروس، ولم يخبر شعب ووخان بأن الفيروس بنتقل من إنسان لإنسان إلا بعد أن أصبح وباء في المدينة، وأصبح أمرا واقعا لا يمكن التكتيم عليه، وكل ده عشان عجلة الإنتاج الاقتصادي ما توقفش، مما أدى إلى خروج الناس برا الصين وبرا وراحوا في العالم كله، فالفيروس انتشر. هو ده الخطأ أو الاتهام اللي أنا أقوله لحكومة الصين الشعبية. إنما بعد الموضوع ما خلاص يعني معروف للعالم كله إنه وباء، الصين عملت إجراءات وقائية ياريت باقي الدول تعمل بيها عشان تحد من انتشار ذلك الفيروس القاتل، وربنا يستر على الجميع، مسلمين وغير مسلمين ومؤمنين وغير مؤمنين، ربنا يستر على الناس كلها. مش عايز ما نتمنى الشر لأي حد، سواء من بلدنا او من عقيدتنا او غير، لا المفروض لا نتمنى الشر لاي انسان، ونتمنى ان شاء الله الامر ده ينتهي باسرع ما يمكن وانتهي على خير، وترجع رحلات الطيران تاني تفتح والحياه ترجع بشكل طبيعي مره اخرى في كل انحاء العالم. واراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.